يعني عودا على جهود رجال الأمن والأمن العام تحديدا، ينضم معي في هذه اللحظات سعادة اللواء سلطان ابن مشلان السبيعي وهو أسهلي وهو قائد مرور مشعر منى. حياكم الله سعادة اللواء. الله يحييك يا طول عمر. كل عام وانتم بخير وانتم بصحة وسلامة. كل عام. أكثر شيء لفت انتباهي وأنا واقف في هذا المكان أنه كل باص أمامه دورية، إيش التنظيم اللي استخدمتوه؟ كيف ترى العمل المروري داخل المشاعر والخطة اللي رسمت من أجل ذهاب وإياب الحج؟ أولا كل عام وأنتم بخير وصحة وسلامة، وخادم الحرمين الشريفين والعهدة الأمين وسمو سيد وزير الداخلية والشعب السعودي وحجاجنا، نقول لهم كل عام وأنتم بخير. الحمد لله احنا الآن موقعنا في المحطة الناقلة من ميناء إلى الحرم بعد التروية وبعد التصعيد العرفات والنفرة من مزدلفة إلى ميناء، الآن نشهد الحجاج يرجمون بعدين ينتقلون المحطة لنقلهم دوريات مرور مسارات محددة إلى الحرم، والعودة نفس الشيء معهم دوريات مرور إلى مقارهم في مشعر ميناء. الخطة الآن تسير الحمد لله بشكل جميل وبشكل دقيق، وزملائنا في قوة المواكب الخاصة المتابعة للحجاج حسب المسارات يسيرون وفق المسار المحدد وصول الحرم للطواف. هل ترون أنه من بداية تطبيق الخطة، لأنها فيها شق مروري يخصكم أنتم، هل ترون أنها طبقت بالشكل الكافي الذي رسمت من أجله، أو هناك بعض الأشياء اللي تؤخذ بالحسبان وتدرس؟ لا الحمد لله احنا اليوم يوم العيد يوم 10 نشوف الخطة الآن تسير حسب التوجيهات من المدير معالي مدير الأمن العام وقائد قوات من الحج، وما عندنا بالعكس الآن نشهد يوم جميل في عيد جميل إن شاء الله للحسب ما وضع وحسب ما كلفنا فيه حسب المسارات المحددة، وهذا أهم شيء عندنا في عملنا المروري. الالتزام. أشكرك شكرا جزيلا سعادة اللواء سلطان من مشلان السهلي، أنت قائد مرور مشعر من الذي أقف أنا وأنت الآن في أهم محطة، محطة الغربية. شكرا جزيلا. هلا وسهلا. شكرا. إذن كما تشاهدون مشاهدين الكرام أينما كنتم، هذه هي الجهود وهذه هي الجهود الميدانية الخاصة بحج هذا العام، تنظيم دقيق وتطبيق أدق لما خطط له، هذا ما يميز هذه الأوقات التي نعيشها ما بين الحرم ومركز القيادة والسيطرة وهنا في أهم محطة لنقل الحجيج من وإلى الحرم المكي الشريف.